السلام عليكم، انا اسمي صوفي الشريف. انا بلا ما غادي نطول ولا غادي نبقى نهضر ونبقى نكثر في الهضره، دروك انا اللي غادي نقول لكم. انا دوزت واحد 30 عام تاع الحبس، والله لا على الباطل، والله ما شت بعيني، والله ما هضرت في امي، والله ما عمرو مشيت ذاك القسم. راني نهضروا في 93 92، هذيك الجهه كانت خلا تخوف. حنا بعدا ما نقدروش نفوتوا ذاك القسم من هنايا، كنا نسمعوا كل نهار ميت واحد، كل نهار قال عيل واحد يد واحد رجل، كنا نخافوا حنا ولاد لازاري. وانا راني وجدي ماشي راني هذه الهضره اللي راني نقولها راني نحشم بها، علاش؟ راني ولد البلاد، ودروك انا نطلب من الله ومنكم تصنت لي واش غادي نقول لك. انا راني والله الا دوزت 30 عام على الباطل نتاع تحكمت 30 عام نتاع الحبس على الباطل، وحمدت الله وشكرته وجيت خارج ديت هذه المخلوقه هذه ديتها، انا بغيت نتزوج ديت هذه المخلوقه هذه منين ديتها. المهم هانتوما، المهم انا قلت ندير مستقبل تاع انايا حتى انا ندير وليدات. درك منين ديت هذه المخلوقه هذه، انت ضربت معايا نهار اللي زادت، من نهار زادت هذه البنيه وين مشاكل مشاكل مشاكل، زادتني ولد اخر. منين زادتني ذاك الولد اخر عييت عييت نجد بحق بصراحه، عييت نخدم. هي انا ديتها بنت، وانا ياها هما جوج، هي ثلاثه وانا اربعه، وهي خمسه الكرا سته الماء سبعه كذا، ما حال بوم بيت ما قديتش، ماشي بوم بيت. المهم كنت نكابر، واش هي الزياده ما كاينش. انا كنت نكابر ما عمرو سال لي شي واحد في الكرا ولا شي حاجه، واش هي الزياده ما كاينش. باش غادي تشري للباز وباش غادي دير خاطر ليها وللباز، الله غالبك ما قديتش وما قديتش. بقات هي يعني تقول اودي لا ما نعرف واش كانت، والله لا اعلم ولا كلتنا وهي هكا كاين خدع ولا واش هذاك الشيء. هاي درك خلات لي جوج تاع الوليدات، ها هما فين راهم؟ هاني عامي درك وانا راني معاهم، انا مكرفص الحمد لله، ماشي مكرفص، اللهم لك الحمد، ربي يمكن دار لي هكا، اللهم لك الحمد. ها 30 عام على الباطل انا كنقولها بعدي ونفرح، وعاود عطاني ربي جوج وليدات وحمدتك يا ربي وشكرتك، عاود راني غادي معاهم هكا كاين. ومن نهار خرجت ما حوست ما والو، خرجت تزوجت راني هكا كاين، ما نعرفش حتى منين دروك. لو كان تقول لي دخل في شي دروبه منا نقول لك غادي ندخل، ما نعرفش منين نخرج. لدروك لدروك ولد البلاد وجدي، لدروك تدخلني من هنا في لازاري وخانا ولد لازاري، ما نعرفش علاش ماني لا ندور لا والو. سكنت في واحد الخلا بعدا منا شي عامين ولا، وانا ساكن في واحد الخلا، عاود قال لي مولاه هز عليا من هنا، عاود هزيت كثار من هادي، عاود بقيت ندور من هذاك، عاود قال لي هزيت هاني لقيت عاود هادي هي هنايا، لقيتها غير سكايريه ولقيتها. المهم واش غادي نقول لك، ما تقدرش تقرب. جيت هنايا بقيتها كصبرت النهار الاول والله ما تدخل لها، جيت هكا كاين ايوا شفت هاد الوليدات وجيت تسقرت بهم هنايا. ودرك راني واش غادي نقول لكم، انا راني مانيش، انا راني ماشي طلاب، انا راني ماشي واحد الانسان اللي يكون راضي ولا شي حاجه. طلبوا من الله ومنكم، واللي عنده الله يزيد واللي ما عندوش الله يجيب له. انا بغيت واحد 40 متر غير البقيعه غير صغيره، فين ندير بها التنبيته وكوزينه لهاد الوليدات؟ ما انا لا يرفد عليا ماشي ليا انا، انا ما بغيتهمش يتسردوا كما تسردت انا مولا 10 سنين. انا والله ما عمرو قلت في شي دار تاع انا تاع با ولا تاع ما، والله ما عندنا. كان سيدنا عطانا واحد 100، كنا في العشايش كبرنا في العشايش، عطانا سيدنا واحد 100 طميط. نضب انا جدة تزوج واحد المراه وتزوج، قالت له الا عندك 100 طميط نجوزك، هذه ما انا وكنت انا معها. المهم دار هكا وهكا بلعت كل شيء، حتى انا يبغى يبلعتني انا ما قد ليش بصراحه. قلت له والله ما راك بايعها، وقفت له في العود نتاعو قلت له والو، قلت له راك با بصح البيع والو. وهيا تسولو، قال لي تمشي تسولو، ما يقول لك اودي الشريف هو اللي كان يريض با باش ما باش يخلي لخوته. المهم حتى با في نهار 30 عام حتى با داخل فيها، حتى با شهد قال لهم واه يدير ويدير 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 ويدير، هو بغى غير يتنى مني. كنت انا معاه ندى، انا كيقولوا لي انت ماشي ولدك، كيقولوا لي طبعك هكا كيقولوا لي، والله اعلم بين ميه. جيت له في العود نتاعو قلت له والو ما تبيعوش، بقينا هكذا. كنت با هز عليا الحقد، قال لك لا خليني نبيعه انا الزكراويه كما، ولكني راه دارت له هذيك راه هما الله يرحمها ويسمع علينا وعليهم، دارت له كما راه دارت لي انايا. هذه بنت اختها، هذه بنت بنت خوها انا، هذه الغنم عمتي دارت له هاد الضربه. انا با توا كان عنده جنانات، قالوا لي ديور ومنا نبقى يبيعهم، علاش؟ قال لك انتم سبعه خلاتكم صغيورين وهربت، تا هي صرات لها كما هكا وهربت. قال لكم خباكم يجري مسكين وما يخدم ما والو غير يبيع حاجه وياكلها ويقلب عليها، كيما راني ندير انا نقلب عليها على رقبتي. لا خطره خطره نزل الموبيله، وها هي بنتي تقول لكم هي صغيره، كنقول لهم يلاه نضربوا شي دور على الله باش نلقاوها هذه. الله والله الا كنقولها يوميا
يومين وهاد الخطره قالت لي وانا باس لاباس. قلت لها ودي واش غادي نقول لك امنيتي؟ واش عندك شي كبده تخافي من الله؟ روحي يلبزك. انا قالت لي ما نولاش، انا ما نولو هكا ما نولاش. ايوا تعرف بلي ناس الله يعفو علينا وعليهم، ونطلبوا من الله، الله يعفو الجميع، ونطلبوا من الله الله يحنا للجميع، ولا لا يجي يكون شي واحد ان شاء الله في نهار الطول اللي رحنا فيه حنايا. والله يرحم الوالدين، والله يجازيكم بخير، والسلام عليكم، الله يعزكم.